اعتقد يكون هذا التقرير الاخير، التقرير وايد ما عرفته. صدر قرار بمنع الصيد في الجون. حلو؟ حلو. الناس حداقه قالوا يا جماعه شلون؟ ما راح اراويكم هذا التقرير. لنج يكرف بالجون. لا خفر السواحل طلعت ولا زوارق البيئه ولا الثروه السمكيه والزراعيه تخالف هذا اللنج يكرف بالجون. ليش؟ وين الدوريات؟ وين خفر السواحل؟ وين الاخوان اللي يراقبون وسوف نطبق؟ ما تشوفون هاللنج يكرف؟ مواطن اكتشفه، عسى ما شر. ابوي ما يقدر الا على امي. وباكر باذن الله راح تكون هناك حلقه من الساعه 10:30 الى الساعه 12 نتكلم عن قضيه منع الصيد في الجون. وراح يكون مع مواطنين كويتيين حداقه يتكلمون عن هذا الموضوع. شوفوا التقرير. السلام عليكم. هذا طال عمرك قاعد يكرف على الدين 4 كيلو. ما عاد بحث. يقول لك منعنا الجول ومنعنا كيلو ونص. هو يدش على كيف ما عنده. هذه الديرة طال عمرك 4 كيلو ونص عند السالمية بوجه الثروة. ها بوجه الثروة. عندك تكرف الهواء تجي هني. شيل 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 لعدك والله عندك. شيل يلا شيل شيل الحين والله لا تقع خفر. شيل وقف هذا الجهاز ابدك. نبي تشيل ولا لا؟ يلا وقف شيل. شيل شيل يلا شيل هذيك على الخطر يلا. شوف هاي جوالية وهذا الأواد 4 كيلو عن الديرة ولا صقر الجون بعد والله والله ما تدرون عنهم. أيضا وصلتنا على الموضوع من أخر